قالوا أنا وصلت كان عمري 11، وقد قالوا بدي أتعلم مكسوع. أنا يجينا أتعلم مكسوع، شلحوني من علية النوار، خذوني لكفر حبات. هناك قالوا أنا أتعلم من القاروت، قلنا أنا قاروت. تعلمنا هناك 1956، كنا رحنا صرنا نصلي عربيت في الكنيس بالساعة يعني 8:15، طفوا الكهرب، طفي الكهرب، بعدين سمعنا ضربوا بسلاح، بعدين شفنا 2 فدايونين جو طفوا الكهرب وطخوا الأولاد كلهم، قتلوا 5 أولاد، والمدريخ كان يرجم بالأولاد من الشباك من الطاقة يرجمهم لبرا، وقتلوا المدريخ سمحة اسمه، ذاكر اسمه. أنا كنت في الزوة، كل المكان ملان دم، وأنا كنت بين الدم. بعدين شردوا ورجعوا، يمكن فدايوني من غزة، رجعوا لغزة، ما حد ما مسكوهم الجيش الإسرائيلي. أنا كنت مظلوم، كنت مسكين، كل ما جرى علينا من الطريق من السعودية ومن الطريق في اليمن، وكل الحراميين في الطريق، وكل هذا في عدن من محاني حاشد، كل الضعف كل وبعدين اخذوا اليهود، اخذوا ما ذي معنى السخنوطة اليهوديه، وبعدين في المعبره في الاواليم في خيام 7 سنين، وبعدين في بيت توميم، وبعدين في كفر حبات قتلوا اصحابي عندي هناك. حياه كان عمري حياتي ما كانت حلوة، كل حياتي لما وصلت أنا بعدين ما رجعت أتعلم في كفر حبات، أخو راسي كان راسي مطبوخ، ما قدرت أرش في المكان. اللي اليوم بيجيبوا لي أزمانات كنس بوغريم، أنا بدي أروح ونشوف الكنيس ونشوف عد الكدورين بالحيد هناك، أذكر المكان.